يقول راجي عفوي ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف آليف وأختها واهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفال والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافاته إذ واليا لضراسا من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرافيه تحت جعل والراء دانيه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشافة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشافتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفاتح مصماتات والضد قل مهموسها فحثه شخص ساكت شديدها لفظ أجد قاط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط قض حاصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جاد واللين واو وياء سكينا وانفتحا قبلاهما وال انحراف صحيحا في اللام والراء بتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد لاستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حليات التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرقيقا مستافلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الآلف وهمز الحمد أعود إهدنا
الله ثم لاما لله لنا واليا تلطف وعلى الله ولض والميما من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربواتي نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إنسا كانا وإياكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحاص أحط الحق وسينا مستقيم يسطو يسقو باب الراءات ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واحصصا لطباق أقوى نحو قانا والعصا وبين الإطباق من أحط مع باسطة والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا وخليص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتاتا وفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزق قلوبا فالتقم باب الضاد والضاء والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاشوا واضو كظم ظلاما أغلو الظلام ظفرين انتظر ظما أظفار ظنا كيف جا وعظ سوى عيضين ظل النحل زخروف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بي ويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقايا البيان لازم أنقاض ظهرك يا عض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفيها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الآداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لا داواو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرلا بغنات لازم وأدغي من بغنات في يمين
إلا بكلمات كدنيا عنوان، والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثابتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هدلا، يشركنا تشرك يدخلا تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما، نوه قطعوا مما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصيلات النساء وذبح حيثما، وألام المفتوح كسر إنما، لنعاما والمفتوح يدعونا معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا، ثاني فعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغيرها صيلا، فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء صف، وصل فإن لم هدى ألا نجعلا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء تاحين في الإمام صل ووهلا، ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وهلا تفصلي. باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعرافروا من هدى كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبراهم معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري،
قرة عين جنات في واقعت فطرة باقية وبنات وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنات امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.